مساء الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، وجاي لكم النهاردة بحلقة مهمة جدا وحلقة مميزة، حلقة بتأتي أهميتها من أهمية صحتنا ودنيتنا وحياتنا. النهاردة هنتكلم عن موضة العصر أو المرض اللي احنا بنتكلم فيه صبح وليل وكل الأوقات، عن الكورونا وما أدراكم ما الكورونا. طبعا أنا عارفة الموضوع ده قتل بحثا وتم تداوله بأكتر من قناة وأكتر من برنامج، ولكن النهاردة احنا هنتكلم مش في البروتوكول العلاجي ولا هنتكلم في كيفية الوقاية، هنتكلم في الفيتامينز وإزاي نرفع المناعة الذاتية للجسم. طبعا لحد النهاردة ما فيش في إيدينا أي سبيل من سبل العلاج، وإلى أن يشاء الله وإلى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، ستظل مقولة الوقاية خير من العلاج هي بطلة الموقف، ومقولة ثابتة عبر الأزمنة والعصور. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم في الأدوية والفيتامينز وكل ما يخص رفع المستوى المناعة الذاتية للجسم. النهاردة بنرحب في الاستوديو بالقيمة العلمية الكبيرة الدكتور محمد صبحي. دكتور محمد صبحي الممثل الإعلامي لشركة إكسترا ميد للصناعات الدوائية. أهلا بك معنا يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. مبسوطين حضرتك معنا النهاردة، خصوصا النهاردة البرنامج يعني أو الحلقة النهاردة أهميتها من أهمية حياتنا زي ما قلت في الانترودكشن. بالظبط كده، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، للأسف مفيش لغاية دلوقتي أي علاج ظهر او اي فاكسين ظهر للكورونا، ولكن تبقى الكلمه اللي حضرتك قلتيها الوقايه خير من العلاج، هي افضل وسيله لحمايتنا وحمايه اولادنا في الفتره الصعبه دي. طبعا الفيروس للاسف ما فيش منه اي وقايه دلوقتي، ولكن بالتباعد الاجتماعي والحاجات اللي وزاره الصحه بدات تنصحنا بيها، اعتقد ان هي ديت السبيل الوحيد للنجاة الفترة الجاية. طيب يا دكتور، عايزين نعرف الإصابة بتحدث إزاي في الجسم، يعني إزاي بيخترق فيروس كورونا؟ طبعا هو بالنسبة لنا شيء مبهم بالنسبة للعلاج، ولكن احنا إلى حد ما عندنا وعي كافي أو عارفين إزاي بتحدث الإصابة، يعني بيخترق إزاي الجسم؟ هو الحقيقة بتخترق الإصابة بالجسم أول ما الشخص المصاب يبدأ يخرج منه بعض الرذاذ المحمل بالبارتكلز بتاعت الفيروس أو جزيئات الفيروس، يبدأ يعدي بيها بعض الأوبجيكتس أو الحاجات اللي احنا بنتعرض ليها في حياتنا اليومية. يمكن في فيديو ياريت لو نعرضه. الفيديو دوت بيبين إزاي الإصابة بتحدث. أول ما يحصل إنفكشن أو أول ما تحصل الإصابة، يبدأ البارتكلز تدخل جوه الجسم. الفيديو جاهز معانا يا جماعه؟ الفيديو جاهز. طيب هو بيجهز دلوقتي على الجهاز. اتفضل سيادتك. يبدا الفيروس بيدخل عن طريق يا اما العين يا اما الانف او الفم. جزيئات الاصابه ديت او جزيئات الفيروس ديت بتدخل على بعض التارجت سيلز او الخلايا المستهدفه بالنسبه للفيروس. الخلايا ديت عليها ريسبتور معين، يمكن هنشوفه دلوقتي ان شاء الله في الفيديو. بتبدا يحصل بعد كده ان الفيروس يبدا يرمي او يدخل الار ان اي داخل الخليه. الار ان اي طبعا هي الماده الوراثيه اللي بتدخل في تكوين الفيروس. بعد وانس ان الاصابه حدثت، ان الفيروس او الار ان اي دخل جوه الخليه، بيبدا الار ان اي ده يسيطر على الخليه ويطوعها لانتاج بارتكلز من الفيروس، وتبدا الخليه دي تبقى انفكتد، وبعد كده تنتقل الاصابه وتحدث من خليه مصابه الى خليه سليمه. يعني هو بيحول جسم الانسان لمصنع كورونا، بيحول الخليه اللي اصابها الى مصنع من البارتكلز او الكورونا او الفيروس دوت، واللي هو بعد كده بيعدي بيه الجسم تاني. تمام. طب يا دكتور، الوقايه خير من العلاج طبعا، مما لا شك فيه طبعا. الجمله دي ستظل وكانت هي سيده الموقف في كل العصور. تمام. ازاي نعمل وقايه لنفسنا، يعني ازاي نحاول نتجنب قدر المستطاع طبعا الاصابه؟ طبعا البروتوكولات اللي نزلتها وزاره الصحه بصراحه عامله يعني ضجه جامده جدا، وعامله شغل ممتاز جدا جدا طبعا بقيادة السيدة الوزيرة هالة زايد. بصراحة يعني أعتقد أن الإعلام عمل الدور الكافي بتاعه في التوعية. موضوع التباعد الاجتماعي ده طبعا شيء مهم جدا،
ارتداء الكمامات والجوانتي وكل السبل اللي احنا كلنا عارفينها ديت، ده شيء اساسي جدا جدا بالنسبه للوقايه من الفيروس. يجي الدور الثاني بقى في رفع المناعه، ودي يمكن اللي احنا عندنا في الشركه، في شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه برئاسه مجلس الاداره السيد المحاسب رضا عبد السلام ابو امين. بصراحه كان له توجيهات كبيره جدا جدا في الفتره ديت، ان احنا نبدا نشوف الماركت المصري محتاج ايه، ونشوف ايه اللي نقدر نقدمه في لرفع المناعه بالنسبه للشعب المصري بالكامل، سواء للاطفال او سواء للكبار، وده الحمد لله اللي احنا نجحنا فيه في الفتره ديت. طبعا منعا للسياسات الاحتكاريه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، ويمكن حضرتك اكيد سمعتي عن موضوع الكمامات، وازاي بصراحه الدوله برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي قدر فعلا يعني نوضع حلول او نضع حلول بديله لموضوع الكمامات والكلام ده. طبعا برئاسه برضو الحكومه للدكتور مصطفى مدبولي. اعتقد ان الحمد لله في دلوقتي وعي كافي، وفي محاربه لموضوع الاستغلال بتاع سواء المستلزمات الطبيه او العلاجات اللي بترفع المناعه. بدانا عندنا في الشركه في قسم الابحاث نطور الموضوع دوت بشكل كبير جدا. الحقيقه بحب اشكرهم واحد واحد من كل الزملاء زمايلنا في الشركه، على راسهم الدكتور عبد الغفار محمد اللي بصراحه بذل جهد كبير جدا جدا علشان نقدر نوصل لنا المستحضرات دي دلوقتي. كان اول مستحضر احنا بدانا، او ممكن نتكلم، عايزين نبدا نعرض بقى يا دكتور ايه الفرق. يبقى انا شايفه كذا علبه والوان مختلفه. تمام، معانا الفيديو بالمناسبه يا دكتور. تمام، طيب الفيديو دوت هيبين لحضراتكم، ادي الاصابه، يعني ده انتقال العدوى من انسان مصاب الى انسان مريض. بعد كده ادي زي ما احنا شايفين الفيروس، الجزيئات الفيروس بتدخل للجسم، بتحدد الخلايا اللي هي هتعمل لها دكتور. مش بتقعد في الحلق 5 ايام؟ في ناس بيقولوا كده، هل دي تداعيات واشاعات ولا فعلا؟ حضرتك عارفه ان الفيروس جديد، فالابحاث عليه كتيره جدا، ولكن احنا بنتكلم على اول ما الفيروس يدخل، زي ما حضرتك شايفه في ريسبتور معين اللي هو اللي اسمه الايس، بالظبط المستقبل دوت، يبدا الفيروس يحقن الماده الوراثيه بتاعته او الار ان ايه، ويبدا زي ما حضرتك شايفه بيطوع الخليه ان هي تنتج، تعمل ريبليكيشن بالظبط كده، بتعمل بنسميها علميا بنسميها الريبليكيشن او التكاثر للماده الوراثيه ديت، وبعد كده يبدا ينتج الفيروس ويبدا ينتشر. وزي ما حضرتك شايفه الرئه يعني بيحصل اصابه كبيره جدا جدا في خلال ايام بسيطه. ودايما اللي بيحصل له اكبر ديفكت في الجسم الرئه، ودي اكتر حاجه بتبين خلال السي تي او الاشعه المقطعيه. بالظبط كده حضرتك، هو دوت علشان ان الفيروس ده بيتبع مجموعه من اللي هي الار ان اي اللي بنسميها المتلازمه التنفسيه، ويمكن الفيروس ده هو اوريدي نفس الفيروس اللي هو القديم بتاع سنه 2003 اللي ظهر برضو في الصين، اللي هو سارس لو حضرتك تفتكريه. سارس دوت كان من هو نفس العيله بتاعه كورونا، ولكن ده الاصدار الحديث منه او الرياكشن الحديث اللي ظهر منه. طيب خلينا نشوف اول مستحضر معانا اللي هو الاوميكس. طيب هي الكاميرا كده بتكبر، اتفضل سيادتك. تمام، اول مستحضر معانا اللي هو الاوميكس. الاوميكس دوت عباره عن الماده الفعاله بتاعته لاكتوفيرين، ويمكن ده من ضمن البروتوكول الجديد اللي نزل في وزاره الصحه. اللاكتوفيرين اثبت كفاءه عاليه جدا جدا في محاربه الفيروس، عن طريق ان هو بيعمل لو حضرتك زي ما شفنا في الفيديو ان المستقبلات بتاعه الفيروس ديت الاوميكس او اللاكتوفيرين بيبدا يقفل المستقبلات دي. حلو جدا. فما بيحصلش اتاتشمنت او التصاق ما بين الفيروس وما بين الخليه، يعني ده علاج وقائي من الدرجه الاولى. بالظبط كده، وده يمكن اللي دخلته وزاره الصحه في البروتوكول زي ما احنا شايفين على الشاشه. ده بالظبط كده شكلها كده يا جماعه. بالظبط، ودوت الكيس هو عباره عن اكياس. الاكياس الاكياس ديت اولا ملهاش طعمها، مفيش اي طعم مستساغ، يعني ملوش طعم سيء. بالنسبه للعلاج بتاعه في البروتوكول بتاع وزاره الصحه ان هو بيتاخد مرتين في اليوم.
ولكن انا لو هاخده للوقايه لرفع المناعه بشكل كبير جدا هناخده مره واحده بس في اليوم. المره ديت بتتاخد ما فيش فيها مشكله خالص قبل الاكل بنص ساعه مثلا، وبيتاخد على فكره كمان بيزود على فكره كمان بيزود الحديد في الجسم، فبالتالي برضو ده من ضمن العوامل الوقائيه الكبيره جدا جدا بالنسبه للمستحضر. فده بصراحه كانت من اهم مره قبل الاكل يا دكتور، مره قبل الاكل. تمام، احنا معانا اتصال تليفوني ونرجع لسيادتك مره ثانيه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، مين معايا؟ اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ انت عارف بسيادتك استاذه مي مش كده؟ تمام، اتفضل الدكتور معاكي. اتفضلي يا فندم. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. لو سمحت انا كان شعري بيقع كتير. تمام. وتقريبا كده الفرتين عندي 8 او 7. تمام. اوكي؟ تمام. كنت عايزه حاجه قويه بحيث ان شعري يقف عن السقوط. تمام. هل لازم اقليه وكده يعني، ولا في ادويه ثانيه قويه تمنع؟ لازم لا. ايه؟ معلش عيد تاني الكلام. لازم اركب محاليل الامبولات بتاع الحديد ولا في ادويه او مكملات غذائيه قويه توقف السقوط؟ تمام، من غير ما الجا للمحاليل. نشكرك على اتصالك الدكتور، هيرد على حضرتك. تمام. شكرا جزيلا. هجاوب حضرتك حالا. الحقيقه موضوع تساقط الشعر من الحاجات المهمه جدا اللي بتصيب كتير من الستات بشكل كبير، لان الستات دايما مظلومين في موضوع الحديد وموضوع الكالسيوم والعناصر الغذائيه عموما والفيتامينز بسبب طبعا الولاده وبسبب الرضاعه الطبيعيه والحاجات دي، كل ده بياخد من جسمه. فالحقيقه موضوع تساقط الشعر دوت مهم جدا بالنسبه، اهم حاجه فيه موضوع الحديد. ابعد تماما موضوع الانيميا ده، لازم يتحل بشكل جذري. يعني مهما بشكل تاخد كبير جدا. حاجات لوكالي وفي حديد واقع مستحيل بالزبط. بالزبط. المشكله تتحل. بالظبط كده. كمان عنصر الزنك من العناصر المهمه جدا جدا بالنسبه لتقويه الشعر ورفع المناعه كمان، يمكن يعني ان شاء الله هنتكلم عليه كمان شويه في المستحضرات. يعني الكلام ده في منتجاتنا. الكلام ده جاي ان شاء الله. طيب. رب العالمين. طيب يا دكتور، في سؤال كده يعني طرق كده في بالي. اتفضلي. البلازما دلوقتي بيقولوا ان البلازما المتعافين ليها دور ايجابي في علاج وشفاء حاله الكورونا او مصابين الكورونا، الموضوع ده ايه صحته؟ الموضوع ده تحت الابحاث، ولكن اعتقد ان هي في بعض التجارب اتعملت عليه في وزاره عندنا هنا في مصر، وبدات تدي نتائج ايجابيه. فان شاء الله لو الموضوع ده اتعمل عليه بحث بشكل موسع وجابت نتائج، اعتقد ان ده هيبقى حاجه كويسه جدا جدا للقضاء على الفيروس. نعمل ذلك والله، يعني ان شاء الله رب العالمين. بس اعتقد ان يعني الموضوع يعني جايب نتائج كويسه جدا بالنسبه للنتائج اللي اتنشرت ليه في وزاره الصحه والحاجات دي كلها. نتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نعدي الازمه دي كلها على خير باذن الله. معانا اتصال تليفوني تاني. اتفضلي. معانا نهاد من القاهره. الو الو الو، انقطع الاتصال. طيب اتفضل يا دكتور، نرجع مره تانيه. نرجع تاني للاوميكس. فبنتكلم ان اللاكتوفيرين في المستحضر بتاع الاوميكس، اللاكتوفيرين بيأتاتش على الريسبتور اللي احنا قلنا عليه. طيب هل ليه دور تاني؟ الدور التاني في مع الفيروس نفسه، زي ما حضرتك كلنا عارفين دلوقتي شكل الفيروس بتاع كورونا شكله عامل ازاي، السبايكس او النتوءات اللي بتبقى على السطح ديت، برضو اللاكتوفيرين بيأتاتش على النتوءات دي وبيمنع اتصالها بالخلايا. معايا اتصال تليفوني. الو الو الو، استاذ محمد معاك. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم دكتور؟ دكتور معاك بالفعل، اتفضل سيادتك. نزل حضرتك بس الدواء اللي هو نزل دوت، يعني اكيد في حاله اتجرب قبل كده و يعني وجاب نتيجه مع حد يعني ولا ايه؟ ايه حضرتك قصدك دواء ايه؟ اللي هو بتاع الفيروس. اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الاوميكس. تمام. هو الحقيقه بس انا مش عايز يحصل خلط للناس ان دوت علاج. ده وقائي يا استاذ محمد. هو مش علاج. خلينا يعني نتفق على النقطه ديت، ان لغايه دلوقتي مفيش علاج واضح للفيروس، مفيش علاج يا جماعه واضح للفيروس، ولكن زي ما قلنا في الاول ان الحلقه بتاعتنا النهارده بتتكلم عن الوقايه.
الدور بتاع اللاكتوفيرين والدور بتاع الاوميكس وكل المستحضرات التانية اللي احنا هنتكلم عليها على حسب البروتوكول بتاع وزارة الصحة المصرية اللي هي المصدر بتاع المعلومات الاساسي عندنا، بتقول ان الوقاية هي في المنتجات اللي احنا اتكلمنا عليها ورفع المناعة. شكرا لاتصالك يا استاذ محمد، شكرا لاتصالك، اتفضل دكتور. تمام. فدوت بالنسبه للمستحضر الاول اللي هو الاوميكس، بيمنع الاتاتشمنت بتاع الفيروس او بيمنع التصاق الفيروس. معلش يا دكتور. الو، معانا اتصال تاني. الو، انقطع الاتصال. طيب يا دكتور تفضل. تمام. دوت بالنسبه للمستحضر الاول اللي هو الاوميكس. المستحضر الثاني مهم جدا جدا بالنسبه لنا برضو، وكلنا اعتقد عرفنا الفوائد بتاعته، اللي هو الزنك. المستحضر الثاني اللي هو اللافينو، احنا مش لاقيينه يا دكتور في السوق تقريبا. تمام. الزنك وفيتامين سي وحاجات كتير قوي كنا ملاقيينها على طول ال 24 للأسف ساعه في الصيدليات. للاسف زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ان بعض السياسات الاحتكاريه اللي حصلت واللي الدوله بصراحه بتحاول تقاومها بشكل كبير جدا، وده يمكن الدور اللي احنا كشركه بنقدمه النهارده لحضرتك وللمشاهدين الكرام. طبعا نرجع للعرض بتاع سيادتك تاني. معانا بس وليد. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. بعدك ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور سامعك بالفعل، اتفضل يا فندم. ازي ساعه دكتور؟ الحمد لله تمام. ربنا يجزيك خير ان شاء الله. بس كنت عايز حضرتك على حاجتين بس بعد اذنك. اتفضل. بالنسبه للناس اللي يعتبر خلط وناس اتعاملوا مع حد عنده كورونا، تمام، ايه البروتوكول ولا ايه اللي يقدروا يعملوه عشان يقدروا يعني يتجنبوا ان يتصابوا او يقدروا يمنعوا الاصابه تجيلهم بسرعه يعني؟ تمام. مبدئيا طبعا وزاره الصحه عامله. شكرا لاتصال حضرتك، واسمع الاجابه من التلفزيون. طب في سؤال تاني؟ سؤال تاني. اتفضل معاك. وبالنسبه لحضرتك للعزل المنزلي، تمام، انا شايف ان حضرتك العزل المنزلي ده مهما يقدر اي حد في البيت يساعد المريض، مش هيبقى زي برضه كجهاز تمريض ولا دكاتره في المستشفى. تمام. فبرضه عايز حضرتك تعلق لنا على الحته دي بعد اذنك. تحت امرك. شكرا يا دكتور. تحت امرك. شكرا لاتصالك. بالنسبة للنقطة الأولانية، الناس اللي خلطت بعض المصابين، طبعا هتعامل مع الموضوع على أني خلاص يعني بنسبة كبيرة ممكن يبقى عندي الأعراض، هبدأ أتابع الأعراض بتاعتي بشكل كويس جدا، هبدأ أعزل نفسي عن كل المخلطين ليا في البيت بشكل يعني بشكل أساسي، أحاول أقلل الاحتكاك بتاعي ما بيني وما بين أي حد. ما قلعش الكمامة في البيت طبعا، ده شيء أساسي. ده أساسي يعني احاول يبقى ليا اوضه خاصه بيا والكلام ده، ونحاول نقلل الاختلاط على قد ما نقدر. موضوع التاني، البروتوكول بتاع العلاج للعزل المنزلي، وزاره الصحه طبعا مقدمه لنا الخدمه اللي هو على رقم 105، وده بصراحه في استجابه سريعه جدا جدا للموضوع دوت، وهيقول لك بالظبط في خبراء من الدكاتره ومن الممرضين هيتابعوا حضرتك باستمرار نعمل ايه في العزل المنزلي. تمام. شيء هي معايا تليفون. الو، استاذ عاطف. الو. الو الو، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قوم اتكلم الدكتوره سمعتي؟ الدكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل سعاد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اولا شكرا جزيلا على البرنامج الطيب الجميل. يا اهلا وسهلا. بقول لحضرتك دلوقتي انا باخد باخد كبسولات اوميجا 3 بلس، الدكتور كاتبها لي. تمام. هل هذا الدواء اوقفه لو استخدمت الاوميكس، ولا ممكن استخدم الاثنين مع بعض؟ انا باخد كبسوله واحده في اليوم من الاوميجا 3 بلس. تمام. اوقف حضرتك اوقف اوقفه اوقف الاوميجا 3 بلس، ولا ناخد الاثنين مع بعض؟ طيب شكرا. وهل في تعارض معاهم ولا لا؟ شكرا لاتصال حضرتك، اتفضل اسمع الاجابه من التلفزيون. شكرا لك. شكرا. اولا مفيش اي تعارض ما بين الاوميكس والاوميجا الاوميجا 3 بلس، مفيش فيه اي مشكله خالص. الاوميجا 3 برضو من ضمن الحاجات اللي بترفع المناعه بشكل كويس جدا. اللاكتوفيرين او الاوميكس بقى عندنا هنا اللي بنتكلم عليه، هيبقى البروتوكول بتاعه في الناس اللي هم المخالطين واللي هم انفكتد، هيبقى العمليه افضل كتير بالنسبه لهم، لان احنا زي ما قلنا بيمنع التصاق الفيروس بالخلايا، فما فيش اي تعارض يا استاذ عاطف ما بين الاوميكس والاوميجا 3. طيب ممكن ندخل بقى على اللافينو. اللافينو ده يمكن الدكتوره نور تفضلت وقالت ان موضوع الزنك دلوقتي للاسف مش موجود في الصيدليات بشكل كبير جدا، هو وفيتامين سي. فاحنا الحقيقه منعا برضو للسياسات الاحتكاريه بالنسبه لبعض
الممارسات اللي الناس بتعملها بعض يعني للاسف. فاحنا قدمنا مستحضر اللافينو. اللافينو ده عباره عن مجموعه متكامله من المعادن والفيتامينز. عندنا في اللافينو في زنك، عندنا سيلينيوم، عندنا بيوتين، عندنا فيتامين سي، حلو قوي، عندنا فيتامين اي، عندنا فيتامين اي. الحاجات دي كلها بدورها بترفع المناعة. ويمكن خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، ان زي ما التفريط مش مطلوب، الإفراط كمان مش مطلوب. يعني ايه الإفراط؟ يعني ما ينفعش ناخد قرص يومين يا دكتور. البلبعة اللي بتحصل دي بشكل كبير جدا، وكمان في بعض الناس بتاخد تركيزات عالية جدا في سبيل ان احنا مثلا لو نتكلم عن الزنك مثلا، نعتقد ان لو اخدنا كتير كده هنرفع مناعتنا. لا 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 كده طبعا، كده طبعا كل شيء يعني. زيادة بليدر. هناخد نرجع لسيادتك تاني. معانا تليفون. الو استاذ محمد. طيب مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. الله يخليك، انا متابع البرنامج كويس جدا، فكنت عايز اعرف بس بالنسبة الفترة دي طبعا احنا بناخد حاجات كتير جدا في الفيتامينز، بالنسبة للفيتامين سي، الفيتامين العام عامة برضه بناخد منها كميات كتير جدا. ممكن تعلي صوتك شوية؟ الفترة دي يعني الأفضل إن احنا ناخد إيه أو نتابع إيه بالدكتور التغذية؟ إيه الأفضل حاجة الفترة الموجودة دلوقتي بالنسبة اللي احنا فيه يعني؟ تمام، شكرا جزيلا. احنا لسه بنتكلم على مالتي فيتامينز الشركه بتقدمها. حضرتك تابع الحلقه وان شاء الله تلاقي اجابه لسؤال حضرتك. شكرا جزيلا. الحقيقه سؤال حضرتك مهم جدا، وده خلينا نتطرق لجزء كنا بنتكلم عليه، انواع الفيتامينز. هل الفيتامينز ليها انواع؟ الحقيقه احنا عندنا نوعين مهمين جدا من الفيتامين، او نوعين اساسيين من الفيتامين. النوع الاولاني بنسميها الفات سوليبل فيتامينز، او الفيتامينات الذائبة في الدهون. ودي الحقيقة هم أربع أنواع، هم فيتامين A، فيتامين K، فيتامين E، وفيتامين D. الفيتامينز دي زي ما ليها في المناعة دور قوي جدا ومهم جدا جدا جدا، الفيتامينات دي الإفراط منها مش مطلوب نهائي. ده لأنها بتتخزن في الجسم. صحيح. فالجسم ده بيقولوا دايما فيتامين دي زيادته بتعمل سميه. بالظبط، ولذلك لازم في تحليل معين تتاكد منه وبتاخد يونتس محدده. بالظبط، كلام حضرتك مظبوط. لزياده الفيتامين. والحقيقه الناس اللي عندها نقص فيتامين دي ليها جرعات مختلفه تماما. أكيد. عن الجرعات اللي احنا بنتكلم فيها للوقايه. تمام. فدي الحقيقه اللي احنا تبقى اكسترا شويه يا دكتور، حاجه بالزبط. اضافيه زياده. بالظبط. وده الحقيقه اللي احنا موفرينه هنا في المستحضرات بتاعتنا، ان الجرعه الاساسيه بتاعتنا هي الأقصى جرعة يقدر المريض ياخدها في اليوم. حلو جدا. فده في اللي هي بنسميها الديلي ريكويرمنت أو الديلي دوز، وحاجة سيف جدا ومفيش منها أي ضرر ولا بتعمل أي سمية. بالظبط. طيب جداً. هنكمل كلام عن اللافينو عشان دول شكلنا كده هنكمله من الحلقة اللي جاية عشان وقتنا. تمام، مفيش طيب مشكلة. طيب اللافينو في أي تفاصيل تاني حضرتك تحب تضيفها فيه؟ لا خالص، هو الجرعة بتاعته هي واحدة، مرة واحدة بس قبل في الأكل ولا بعد الأكل يا دكتور؟ بيتاخد، مفيش مشكلة فيه قبل الأكل أو بعد الأكل، مفيش فيه أي مشكلة خالص. تمام. يعني آمن على المعدة، حنين على جدار المعدة جدا جدا، مفيش أي فيه مشكلة خالص. كمان احنا موفرين يعني، ممكن حتى الناس اللي ما بتقدرش تبلع او الكلام ده ممكن احنا يتمضغ عادي، فممكن يا اما مضغ يا اما يتشرب عادي، مفيش فيه اي مشكله خالص. كمان لو يعني لو الوقت بقى خلاص ازف، فمفيش مشكله نتكلم الحلقه الجايه. كان في العرض بس اللي احنا موفرينه لحضرتك، دي المفاجاه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا عندنا يا جماعه سبيشال اوفر لجمهور برنامجنا. بالظبط، اللي بالنسبه للي محتاج الحاجات ديت، او الاوميكس، بالنسبه للاوميكس، بالنسبه للافينو، الكاتا كمان، فيتامين دي مع كالسيوم مع مغنيسيوم، هنتكلم بالتفصيل عنه ده ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين المره الجايه. كمان الجيري فيت بالنسبه للاطفال، دي بقى حاجه مهمه جدا جدا. يعني مش بس المناعه للكبار، لا ده للاطفال كمان. بنقدم العرض بتاعنا الاولاني. أيوه. في عرض للكبار، الاطفال وعرض للكبار. بالظبط كده. العرض خلينا نشوف العرض بتاع الكبار الاول. اللي هياخد علبه اوميكس مع علبه لافينو هياخد معاهم علبه كاتا هديه. ايه علبه الكاتا دي؟ احنا قلنا الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين دي ومغنيسيوم. عليها بون، هي دكتور اسمه بون. بالزبط. معنى كده ان هو مدعم جدا للعظام. بالظبط كده. والمناعه كمان والمناعة بشكل طبعا. بشكل كبير. فده بالنسبه للعرض الاولاني. العرض الصغيرين زي ما الاوميكس شغال مع الكبار، شغال كمان مع الاطفال بشكل كويس جدا. تمام. والجرعه بتاعته للاطفال برضو ساشت واحده بس في اليوم. حلوة. مره واحده بس في اليوم. أوكي. فاللي هياخد الاوميكس مع
الجيريفيت ده القطعه الواحده فيها 100% من كل الفيتامينز والمينرالز اللي الطفل محتاجها في اليوم في شكل قطعه جيلي كولا. يعني الام مش هتجري ورا الطفل بالمعلقه بقى وتعالى هنا والمشاكل اللي تحصل. ودي بتبقى مشكله كبيره جدا في حساب الجرعه نفسها. يعني يعني للاسف الطفل يعني بيتفتف اكتر ما بياخد الجرعه، فما اعرفش ده خد قد ايه، نص المعلقه كل المعلقه، فانا مش عارف الدنيا فيها ايه. فده بصراحه بيحافظ على الجرعه بشكل قوي جدا، طعمه حلو جدا بالنسبه للاطفال، بيرفع المناعه بشكل قوي جدا، في الزنك، في فيتامين سي، فيتامين دي، هنتكلم عنه باستفاضه يا دكتور ان شاء الله رب العالمين. مفيش مشكله، شكرا لحضرتك جدا، شكرا جزيلا. تمام. كان معانا دكتور محمد صبحي ممثل الاعلام لشركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. ان شاء الله استنوني في لايف انا ودكتور محمد، وهنتكلم بقى على العروض دي كلها على اللايف دلوقتي بتاعت البيج ان شاء الله. شكرا لكم جدا، كانت معاكم نور العقاد، الى اللقاء.